نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. في كلمته إثر أداء اليمين الدستوري لولاية ثانية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة الانطلاق في ثورة تشريعية وبناء اقتصاد يرتكز على خلق الثروة. وفي اجتماعه بكل أعضاء الحكومة، رئيس الجمهورية يشدد على أنه لا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعيد فتح المسبح البلدي بالبلفدير. في العالم، واشنطن تدعو إلى تحييد الصراع بين حزب الله والكيان الصهيوني عن باقي الصراعات في المنطقة. واستشهاد 57 فلسطينيا في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد المنتخب لولاية ثانية أمس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة بقصر باردو. وفي خطاب وجهه للشعب التونسي بعد أدائه اليمين الدستورية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة الانطلاق في ثورة تشريعية تجسم آمال الشعب وتؤسس الاقتصاد يرتكز على خلق الثروة في ظل خيارات وطنية نابعة من إرادة الشعب. تم التأكيد في أكثر من مناسبة على ضرورة الانطلاق بسرعة في ثورة تشريعية تجسم في أرض الواقع آمال الشعب التونسي. لن تشح أفكارنا ولن ترق عزائمنا عما نروم ولن تخب مساعينا. ومن التحديات التي علينا أن نرفعها مجتمعين بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة وفي ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من إرادة الشعب. لن يكون الأمر هينا ولا يسيرا، ولكن حين يتم حث الخطى والدخول في سباق ضد الساعة يمكن تحقيق ما كان في عداد الأحلام أو ما كان يعتبر مستحيلا. واعتبر رئيس الجمهورية أنه من أكبر التحديات التي سيتم العمل عليها هو فتح طريق جديد أمام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب. أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها هو فتح طريق جديد أمام العاطلين عن العمل وخاصة أمام الشباب. والعاطلون عن العمل ليسوا من الشباب فقط، وهم ضحايا لعقود من الفساد ومن الاختيارات الاقتصادية الفاشلة. لقد عانت الفئات التي تم تفقيرها الكثير، وإيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل. يجب التخلص من المفاهيم البائدة وحتى من المصطلحات التي عفى عنها الزمن. بالإمكان استنباط حلول جديدة تخلق الثروة فيستفيد منها العامل ويعود نفعها على المجموعات الوطنية بكاملها. والشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها حل، ولكن يمكن استنباط حلول كثيرة أخرى. وأكد رئيس الجمهورية أنه على الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا، مشيرا إلى أن الدور الاجتماعي للدولة لا يتعارض مع المبادرة الحرة ولا يستهدفها. لقد استعاد الشعب ثورته، وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص. فالحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ومن نقل ومن صحة عمومية ومن مسكن لائق ومن عمل مستقر ومن أجر عادل مجزن ومن تغطية اجتماعية، كلها تحديات على الدولة رفعها
فهي من حقوق الإنسان الطبيعية، وليس في هذا أي استهداف للمبادرة الحرة. فالدستور يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص على أساس العدل الاجتماعي، والمبادرة الحرة يجب أن تمارس في ظل وضع قانوني سليم يحفظ حقوق الجميع. وأشار رئيس الجمهورية أيضا إلى جملة من التحديات وجب رفعها وكسبها بسرعة، من ذلك مقاومة الإرهاب ومواجهة الفساد، وشدد من جهة أخرى على أن التعاون مع الأشقاء والأصدقاء سيكون على أساس المصالح المشتركة وبندية كاملة. وتم بعد ظهر أمس تنظيم مراسم استقبال لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالقصر الرئاسي بقرطاج بعد أدائه اليمين الدستورية. وفي اجتماع ضم أمس بقصر قرطاج كل أعضاء الحكومة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة مزيد البذل والعطاء والإسراع في إعداد تشريعات جديدة مع اختصار الآجل ووضع حد للتشريعات التي وضعت على المقاس، هذا فضلا عن عدم التسامح مع كل من يخل بالواجبات المحمولة عليه. وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم. كما أكد رئيس الجمهورية على مضاعفة الجهود لتفكيك كل شبكات الفساد وتطهير الإدارة ممن لا زالوا يعتقدون أنهم فوق المحاسبة ولا يمكن أن يطالهم أي جزاء. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا عذر لأحد في أن يخيبها، ولا بد من وضع تصورات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي البغيض وتفتح للجميع آفاقا رحبة. أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس فتح المسبح البلدي بالبلفدار بعد أن تعهده وأمر بترميمه وإصلاحه، إلى جانب إعادة تهيئة ساحة باستور. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار دائما من الإذاعة الوطنية التونسية. أفاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر جوراري في تصريح للزميل زياد حسني بأن المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي ستمكن البنك من لعب دور في تمويل المالية العمومية ودعم خيار الدولة في التعويل على الذات بدل الاقتراض من الخارج. عندنا زوز مبادرات تشريعية ستحال إلى لجنة المالية للنظر فيها، وتم الاتفاق بين جهتي المبادرة على دمج المقترحين. يعني التوجه لزوز مقترحات يصب في نفس الاتجاه، وهو عودة البنك المركزي للعب دوره في تمويل المالية العمومية في حدود معقولة حتى لا يفضي ذلك إلى التضخم، لكن أن يصبح البنك المركزي مؤسسة مستقلة عن الدولة فهذا لابد أن نتجاوزه من أجل أن نمر إلى التعويل على الذات، خاصة أن ميزانية هذه السنة لا تعول كثيرا على الاقتراض الخارجي بقدر ما تلجأ أكثر إلى السوق الداخلية، والبنك المركزي يمكن أن يساهم في هذا الدور. في السنة الفارطة أنه البنك المركزي ساهم في تمويل المالية العمومية ب7000 مليون دينار. أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية حسام الدين التويتي أن كميات تفوق 4200 طن من القهوة ستصل قريبا، مما يغطي حاجية التونسيين من هذه المادة الأساسية. وضعية التزويد باش تعرف استقرار بالمادة هذه خلال الفترة القادمة. ثم شحونات من القهوة اللي مش يقع ضخة في السوق تقريبا الأسبوع هذا، فما أكثر من 450 طن، وفما كميات كبيرة باش توصل تباعا للأسواق اللي تفوت 4200 طن، مع تواصل عمليات التوريد في الفترة القادمة. ونسترجع أن السق العادي وكيك المواطن يلقاها في كل الفضاءات الأريحية المطلوبة، وأيضا الأصحاب بالمقاهي قاوم مادة متوفرة.
دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس وزارة التربية إلى سحب التسميات المنصوص عليها في عقود الشغل لتشغيل خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم بصفة مكلف بالتدريس للسنة الدراسية 2024-2025، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا للصيغ القانونية وما دأبت عليه الوزارة بالانتداب المباشر لهذا الاختصاص. نعت التلفزة التونسية الصحفي جميل الدخلاوي الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 74 سنة إثر صراع طويل مع المرض. والتحق جميل الدخلاوي منذ دخوله مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية إلى أسرة شريط الأنباء في مطلع الثمانينات، حيث عمل محررا ومعدا ومقدما للصفحة الخاصة والتحقيقات التلفزية، وبالتوازي مع ذلك أنتج العديد من البرامج التلفزية وساهم في الكثير من المنوعات، وقد نالت إنتاجاته على مر العقود استحسان المشاهدين وإعجابهم، حيث كان له أسلوب مميز في تناول المواضيع وتقديمها. مسيرة مشرفة في مختلف مراحلها، حصد خلالها الراحل جميل الدخلاوي العديد من الجوائز والشهائد التقديرية في المهرجانات المحلية والعربية. تغمد الله الفقيد الزميل جميل الدخلاوي بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في أخبار العالم، جيش الاحتلال يواصل قصفه العشوائي مستهدفاً البنية التحتية والمنشآت الحيوية في لبنان، موقعاً المزيد من الشهداء المدنيين، فيما دعا المبعوث الأمريكي إلى المنطقة إلى تحييد الصراع بين حزب الله والكيان الصهيوني عن باقي الصراعات في المنطقة في إشارة إلى غزة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي مع مكرم الهداشي. استشهد 4 أشخاص بينهم طفل وأصيب 24 آخرون ليلة البارحة في غارة إسرائيلية على محيط مستشفى رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق حصيلة أولية أوردتها وزارة الصحة اللبنانية. ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة البارحة، وصل عددها إلى 13 غارة. يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال أنه قصف حوالي 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات 24 الماضية، مع توسيع حملته الجوية لتشمل مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله. في المقابل، بث الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف مقاتليه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع رامية على الحدود اللبنانية الجنوبية. واستهدف حزب الله بصاروخين قوة هندسية تتبع لواء جولاني أحد ألوية النخبة بالجيش الإسرائيلي. دبلوماسيا، قال الموفد الأمريكي أموس هوكستين بعد لقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المكلف من حزب الله للتفاوض باسمه، قال إن ربط مستقبل لبنان بصراعات أخرى في المنطقة لم يكن وليس في مصلحة الشعب اللبناني، وذلك في إشارة إلى غزة، مضيفا أن بلاده تريد إنهاء النزاع بشكل دائم وفي أقرب وقت ممكن بين حزب الله وإسرائيل. من جهة أخرى، حذرت إيران من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل كامل المسؤولية في حال شنت إسرائيل هجوما انتقاميا على طهران، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اطلع على خطة إسرائيلية بهذا الصدد. وفي المنام، استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على خلفية مخاوف من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مدرسة جديدة في جباليا ضمن عملية إبادة جماعية واسعة ترتكبها شمال قطاع غزة، وبذلك يصل إجمالي عدد المدارس التي أحرقها جيش الاحتلال خلال اليومين الماضيين إلى 3 مدارس هي الكويت وحلب وحمد، وهي المدارس الرئيسية في جباليا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه استشهاد 57 فلسطينياً في قطاع غزة، من بينهم 40 شهيداً شمال القطاع في عمليات قصف وغارات تزامنت مع أعمال نسف وتجريف واسعة للمنازل. في المقابل أوقعت كتائب القسام قوة هندسية للاحتلال بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب جباليا، مشيرة إلى أنها تواصل قصف مقر قيادة الاحتلال شمال مدينة غزة بقذائف الهاون. سياسياً، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط في زيارة يستهلها بالأراضي المحتلة لدفع المفاوضات بشأن صفقة الرهائن والحرب على لبنان، هذا إضافة إلى الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران. 7:15 بتوقيت تونس، 9:15 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا كريم المدب ومرئيا عمار جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. في كلمته إثر أداء اليمين الدستورية لولاية ثانية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة الانطلاق في ثورة تشريعية وبناء اقتصاد يرتكز على خلق الثروة. وفي اجتماعه بكل أعضاء الحكومة، رئيس الجمهورية يشدد على أنه لا عذر لأحد في ألا يستجيب لمطالب التونسيين والتونسيات المشروعة في الحياة التي تحفظ كرامتهم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعيد فتح المسبح البلدي بالبلفدار. في العالم، واشنطن تدعو إلى تحييد الصراع بين حزب الله والكيان الصهيوني عن باقي الصراعات في المنطقة. واستشهاد 57 فلسطينياً في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل. في يوم سعيد مع نبيل عبيد، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.